ازيك معي؟ يا ميت اهلين وسهلين. اهلا وسهلا ابن المهلي. هيك يا عم جاهل، هيك بتعزمي كل نسوان الحارة وما بتعزمينا؟ يا يامو ليش انت ما قلتي لأمصري؟ والله يا عم صفوان بدك تعزريني. عازرتك دبريني عازرتك. انا قلت لحالي ام جاهل نسيت تعزمنا، انا ما برتب عليكي، بعرف انه الحركة مو مقصودة، بعدين معك حق، شو بدك تتذكري لا تتذكري؟ اي والله ماني عارفة شو بدي قلي. لا تقولي ولا تعيدي، انا ماني عتبانة عليكي بنوب وماني زعلانة. ابني ابو فهد الله يحميه. الله يحميه ويخلي لك يا الهي يا حق. دبري خصص لنا كم عينة لنعزمه، لأنه مثل ما بتعرفي الضيعة بعيدة والمركوب ما بس على كل نسوان الحارة. يو مجاهي هلا وقفت علي وعلى بنتي زكية، إيه انا بخلي ابو صفوان يستكرينا عرباية خصوصي ومناخد لكم عالم معنا. بصراحة ابو فهد زعلان منكم، يعني مشان قصة رويدة بنت سلفي وما بده اياكم تحضروا العرس. ياه ايه والله والله نحن ما دخلنا بالقصة منوب. والله ما بعرف هيك ابو فهد قال، كمان مشان قصة الحكي اللي عم تحكي على المخلوقة اللي ما بيريده لا الله ولا عبيده. والله يا ام جاهر غلطة وندمت عليها، وكل ما بتذكرها الله وكيلك عيوني بتدمع. وقولي للعقيد ابو فهد إذا من يوم وراي بيسمع كلمة عن لساني عن رويدة ساوي اللي بده إياه. عن إذنك شوي اليوم شوفه. إذنك معك دوبري. يامو خير يا أبو شوفي. أم صفوان عنا والمخلوقة قاتلة حال على ما تحضر عرس أخوك. أنا ما قلت لكم أم صفوان ما بتعزموها. يا أمو الحلمة عم تقول إنه غلطت وحلفت ميت يمين وميت عظيم إنه ما تجيب سيرة بنت أبو عبده بالعاطل. ولا بالمنيح. ولا بالمنيح مثل ما بدك. وش قام اليوم وراي بسمع جابت سيرتها لهالحرمة؟ بدي أحسب الله ما خلقها، مو بس هي ابنها كمان. الحمد لله أنا ما جاب سيرتي، قال مثل ما قال المثل حوالي ولا علي. خلص يا أمو لا تزبد لك، مثل ما بدك مثل ما بدك. يا أمو إيش كان لك خاطر تعزميها عزميها، خلص كرمال خاطري كل شيء بصير. تكمي والله المعاملة مع الله استحيت منها قد ما ترجتني حرام. ماشي. كأنه مشي الحال رح نروح معهم. الحمد لله يا أمو مثل ما قال المثل أمين صبرنا. عدتك عما أنت وأمت اسكت. شو هالعقل عم تحكي؟ إذا كان أنا ما عزموني، أنتوا شلون بدكم تروحوا؟ نحن عزمونا. لك يا حرمي ما بصير هالحكي، عزموا كل رجال الحارة وأنا ما عزموني. عمرينهم ما يعزموك، بالناقص منهم ومن عزيمتهم. ها شفتي شلون؟ أنت متعطل على عزيمتهم ولا مشتهي الروحات والجيات؟ على عيني، مشان هيك أنتوا ما لازم تروحوا، خصوصي إنه العرس بالضيعة مو هون بالحارة. نعم 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 نعم. نحنا بدنا نروح يعني بدنا نروح. ايوه ليك لكن شو صرنا ساعة عم نحكي؟ يا بي احكي مع ابو لطفي جوز عمتي خليه يتواصل لك عند العقيد ابو فهد، بركدن بيرضى وبيعزمك. قال مثل ما قال المثل الايد ما بتقدر عليها. لك يا حاجة جيبي لنا امثال من الشرق من الغرب. قومي لي قومي نوشي. قال يتواصل لي. قال وهلا شو قلت؟ اه شو قلت؟ والله والله ما بعرف. قولك عم بقول صحتين. عيب عم بعدين لا تزعل لك عمي لا تزعل، هي مرت عمك طول عمرها هيك ما بتسوي غير اللي براسها ولو على قطع راسها. لك عم يقسم بالله انا حجنها حجن؟ يعني انت بتعرف حالنا واحوالنا، برايك حرمتي خشت تروح هيك مشوار؟ ايه عم بقول لك هيك مرت عمك هيك عقلها. مرحبا بالله. ها هي صفوان. السلام عليكم. هي صفوان. لا سلام على طعام. خذ من هون ترى فوت فوت.
لك اهلين ابو حجوب والله. تعرفني شلون جيت هيك جار نهار؟ ما خفت انه العقيد يشوفها؟ العقيد ماله بالحاره عمي، شو نسيت؟ اي والله نسيت. مالي سائل عنه يا بي، مالي سائل عنه ابنه. لك يا ابني الله يخليك، الله يخليك، ما بدنا مشاكل. اي ولا يهمك مختار. يا اهلين باحلى مختار. يا حسرتي علينا، لك شو مختار ما مختار. ولك مختار غصبا عن اللي بيريد واللي ما بيريد، وهي الفرمان، وخلي القبضاي يقول لا، شرف. لك 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 شو هالحكي؟ مثل ما عم بقول لك. ان شاء الله الف مبروك عمي. الف مبروك يا بي. الله يبارك فيكم. ايه والله ما اللي مصدق. لا يا بي صدق وعرف انه ابنك لما بيحكي شيء بده يصير. لك كفو صفوانه. قال ناطرين فرمان تبع ابو خيره. لك مين ابو خيره؟ ما ابو خيره عمي. مين هو ابو خيره لحتى يصير مختار؟ قلت لك نحن بيت الويلاتي اسياد الحاره ابا عن جد. مبروك عمي. ايه لكان عمي لكان. شرفوا يا بي شرفوا. شرف شرف ابو محجوب. دقني هي صفوانه. روح عريس الزين يتهنى. عريس الزين يتهنى. يطلب علينا ويتمنى. يطلب علينا ويتمنى. يطلب الروح لديله. يطلب الروح لديله. اغلى من الروح ما عنا. اغلى من الروح ما عنا. إذا بتريد يا قبضاي افتح الطريق. الطريق ما بينفتح والعروس ما بتطلع من الضيعة قبل ما تقوم بواجبكم. ما بتفهموا بالأصول؟ شو هالحكي لك قبضاي؟ لا يا قبضاي، نحن اللي بنفهم بالواجب والأصول، والعروس عروستنا. شو يا رجال؟ العروس عروستنا وبدنا ناخذها بحد السيف. رح ناخذها بحد السيف بالغصب ما هو بالكيف. رح ناخذها بحد السيف بالغصب ما هو بالكيف. أكيد شبابنا عليهم مع شباب الضيعة. الحكي هذا شو القصة يا أبو قاسم؟ شو القصة؟ هذا أبو سويد شيخ شباب الضيعة. يلا أكيد يلا. يلا. شو القصة يا أبو ضيعة؟ قال شو عقيد ما بدهم يعطونا العروس الا حسب الواجب والاصول، وما بعرف عن شو عم يحكوا. شو القصة ابو محمد؟ حاكون علينا عقيد. وانت يا ابو سويد انت والشباب حاكون عنا. وصل بس بكيفنا مو بحد السيف. ايه خلصنا ابو سويد روقنا. شو القصة ابو محمد؟ عقيد العادة عنا انه العروس ما بتطلع من بيت اهلها الا بذبيحة للشباب ولشيخ الشباب. هي بسيطة، حلت علينا البركة، وبدل تبيحة تبيحتين. أبشومان مور عقيد، خلي حدا من الشباب يشوف لنا شراعي ويجيب لنا تبيحتين. مشي عقيد. لا يا أبشومان، علي جينك الله ما بتروح. يا غنوم مور أخي. أخي احمل حالك وروح على المزرعة جيب تبيحتين ولهون ذبحهم بسرعة. صار يا أخي. محمد هي علينا. وكل الله عقيد ولو أنتم ضيوفنا. شو يا أبو ضياط؟ بكيفنا ولا بحد السيف؟ لا يا سيدي ابشر وبخروفين. اهلا وسهلا فيكم، بس لا تواخذوني يا جماعه، هيك جريت العاده عنا ابا عن جد. افتحوا طريق شباب. شرفوا يا رجال. لوين بدهم يروحوا؟ بدهم يرافقوهم للضيعه اللي بعد منا. هنيك بيودعوهم وبعدين بيرجعوا بياكلوا ذبيحتهم. والله حلوه العاده هي. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله معكم. تعدي وتعال. تعال اضف لي هون ورا هالمكتب. شو عم يا ابو صفوان؟ هي الطاولة فيها اوراق سرية، يعني وانا ممنوع عليها ما بصير حدا يفتحها. ضحكتني والله. لا بصير سيدي بصير، انا هلا صرت مختار الحارة. مختار الحارة؟ ايه. يا عجوز النحس، هون مخبية ذهباتي. الله لا يوفقك على هالتخباية. هلا بروح لعن كرمه ونشتري تتن قبل ما ننزل على الشام. جيت. شو جيتي؟ هذه طمنيني شو جابت بنت اختي؟ ولدت وجابت صبي بيطير العقل، وانا رح ارجع لعندها واخذ لها معي بيض وزبيب وزوز. هي اوامر روحي لا تتركيها لحالها. لا وانت لوين نايم؟ قايل عن كرمه بدي اشتري شويه تتن، اعطيني كم برغوت. ايه على عيني. هاي نص مزيدية. وينه؟ ايه؟ لا تتحوقي، بدنا نسهر اليوم. مثل ما عفتك. تفضل ابن عمي. ان شاء الله بعيش وديات. الله يخلي لي اياك ويديمك تاج فوق راسي يا حق.
ابن عمي؟ صحيح مثل ما عم بيقولوا انه بنت ابو عبده هربت؟ انت منين جايبه هالحكي؟ مرت عمها ام صفوان هي اللي حكت. شو حكيت؟ والله قعدت تحكي عن مخلوقة شروي غروي قدام كل نسوان الحارة. شلون يعني؟ يعني قعدت تقول انه اعوذ بالله، يعني انه كأنه بنت ابو عبده هربانة مع واحد. شو؟ لك بنت ابو عبده اشرف من اللي خلفوها لأم صفوان. والله لو ما كانت حرمة والله لأذبحها واشرب من دمها، بس مو الحق عليها، حق على هالدور اللي حاويها. طول بالك تقبرني، طول بالك، يبعت لي حمى، يبعت له قص لساني ساعة اللي حكيت، والله ماني عرفانة انه بدي ضايقك هيك. انت ما دخلك، لك ما هي وابنها اللي طفشوها للمخلوقة. ليش هن شو دخلوا؟ مو كانوا بدهم يجوزوها لهذا الحمار صفوان غصب عنها؟ وهي وين راحت يا ترى؟ شو بعرفنا؟ قلبنا عليها الشام والغوطة وما كنا نلاقيها، بس رح نضل ندور عليها لحتى نلاقيها. الله يعينها على المخلوقة، والله ما بتستاهل إلا كل خير. أهلين وسهلين بالمعلم رشدي. أهلين فيك عمي أبو محمد، يا كبير يا ابن الأصول. شرف شرف، نحن من بعدكم. بارك الله فيك يا عمي، عليم الله فضلك ما رح أنساه لحتى مو تصير تحت التراب. شو بنا بعجاج؟ بعدين بزعل منك ها؟ كل شيء إلا زعلك عمي أبو محمد، إن شاء الله أنا ما رح أتهوأ عليك. لا تكمل عمي لا تكمل، المصاري بتروح وبتجي، المهم هلأ أنت طلعت لنا بالسلامة وبدنا نفرح بعرسك إن شاء الله. عرسي؟ ايه عرسك، ليش مالك ناوي تتجوز؟ ليش انا في حدا بيرضى يعطيني بنته؟ مثل مالك شايف عمي وشي تشوه وصار بيخوف. وحد الله بعجاج. لا اله الا الله. عمي الرجال بافعالها مو باشكالها، وانت زلمه قبضاي ومعدل واحسن العائلات تتمنى تصاهرك. الله يجبر بخاطرك عمي، انا تربايتك. عملك الحرمة هربانة وما حدا بيعرف وين أراضيها. استغفر الله العظيم، شو هالحكي اللي عم تحكيه يا ضياف فخري؟ شو بك أبو صلاح، الحارة كلها درياني بالقصة، أنت مالك دريان؟ وليش هربانة؟ الله العليم. أخي اسمع مني ولا تصدق، الحريم عم يقولوا إنه هربت مع واحد ولا والعياذ بالله. على راسك على راسك أبو فخري. شوفي السلام عليكم. أهلين عمي رشدي يا عيد، أهلين وسهلين. الله يعينهم على ما بلغوا. آمين. مرت عمي فتحتنا بالحارة يا عقيد، فتحتنا، كل الناس دريت بأنه أختي هربانة، الناس عم تتغامز علينا مشكل ملون عقيد. فشروا بعجاج فشروا، أختكم ما ساوت شي لحتى تنفطها، أختكم شريفة وطاهرة، وصار لازم كل الناس تعرف انها طفشت من البيت بسبب صفوان لانها مو طايقته.